السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن زي ما قلت لكم في قرية قديمة، قرية الشرف برأس عقبة الصماء في السودة، منطقة باردة. اليوم يعني وجدت بعض المآثر، ودي أوري الناس بعض الأشياء اللي كانت موجودة زمان. مثلا هذا يسمونه الجرين، والجرين منطقة صخرية أو يضعون فيها حجر وصخور. شوفوا منطقة غير محروثة في وسط البلاد، في وسط المزارع. شوفوا كيف شكلها. هذه المنطقة تجمع فيها الحبوب، يعني حبوب البر، لأن هنا يزرعون البر والشعير في هذه المنطقة الباردة. تجمع في هذا المكان البر والشعير وحتى ويجفف، ثم يأتون يدوسونه بالأبقار أو بالحمير الله يعزكم، أو بأي كان حي، أو بالحراثة أو بالحصادة، بحيث أن هذه المنطقة الصلبة ما فيها تراب، فيتم الدويس وتجميع الحبوب في هذا المكان، ثم تخرج الزكاة في هذه الزاوية جوار المسجد. يعني دائما المسجد جنب الجرين، وهي منطقة من المناطق المهمة. وعادة الجرين يجي في طرفه منطقة لجمع الحبوب، يعني هذا البناية القديمة الموجودة من الحجر كان يجمع فيها الحب ويجمع فيها الحثى. الحثى اللي هو الله يعزكم التبن، لأن التبن كان تأكل بالمواشي في موسم من السنة، والحبوب تجمع فيه. بالمناسبة الحبوب تجمع في هذا المكان حتى نأتي بها من تهامة ومن رجال من المناطق الحارة إلى هذا المكان، على أساس أنه ما في قملة أو مادة تهاجمها أو حشرات تأكلها. منطقة باردة حتى العسل يحفظ فيها بدون ثلاجات، والحبوب تحفظ بدون ثلاجات لأنها منطقة باردة بشكل كبير. الحقيقة زي ما قلت لكم، هذه بعض الآثار اللي كانت موجودة قديمة، وهذه بعض الأشياء اللي يعني جزء من القرية. يعني أوريكم الآن موقع الأبقار اللي كانت تحلب، فين توجد الأغنام، هذه الأخشاب كيف يستخدمونها في الدويس وفي الدسم اللي هي تسوية المناطق بعد الحرث. وهذه من مزارعهم رحمهم الله جميعا، صغيرة صح، لكن كانت تنتج حبوب، ما نقول عضوية، العضوية، حيث أنها لا تسقى ولا ترش بمبيدات ولا ترش بأسمدة، كلها كانت من الطبيعة. هذه بعض الأخشاب اللي قلت لكم كانت تستخدم كمداسم، المدسم اللي هو يعني هذا معدل للشيبان رحمهم الله. هذا موقع اللي كانت توضع فيه البقرة حق جدتي الله يرحمها، أذكرها في هذا المكان، وكنا ننظر لها مع هذه النافذة وهذا الباب اللي كان موجود، وكان يفتحون فيه على فتحة بسيطة للتهوية، وكانت تهتم بها جدتي رحمها الله اهتمام عجيب، تؤكلها وكانت تحلب لنا يوميا، رحم الله من مات. بسم الله. يعني شوفوا كيف مكانها المذود، محل ما كان يضع لها الأكل، وسبحان الله العظيم ماتوا كلهم. منطقة الأغنام بعدها طاحون الحب كان موجود في هذا المكان لطحن فيه الحبوب للقرية كاملة. بسم الله. الآن لم يعد إلا مستودع، يعني لم يعد. والأغنام وشوف سقوفها ما تزال سليمة 100% لهذا اللحظة، سبحان الله العظيم. الأغنام كانت هنا، قفلوها الآن بالباب هذا، ولا كان زي ما نسمي سفلي أو مكان. بالطبع لازم تبنى من حجر لأن المنطقة باردة، فهذه البرودة كانت تسبب لها أمراض، يجب أن تدفى طوال السنة صيف أو شتاء في هذا السفالي المغطاة بالطين من فوق، العازل الحراري حجر وطين. مباشرة بعدها حتشوف مناظر من هنا يمكن تمتد 100 كيلو حتى تصل البحر لو كان الجو صافي. وكان الغنم يطلع من هذا المكان وينزل في هذه الجبال يرعى في مناطق جميلة، وكان هنا يسمون هذا المكان المخال. المخال يعني من هذا المكان تحدد المطر فين. شوف الحين المطر موجود على جبال أو عرمرم، على جندلة في المنطقة هذه، على جهة مربة في المنطقة هذه، على جهة محايل. يعني من هذا المكان كنا نستطيع نحدد فين موجود المطر في أي مكان. صح أنه مرعب اللي يخافوا من الأماكن المرتفعة، عاد الله يعينهم، لكن مناطق رعوية. لكن لم يكن يستطيع ينزل المعز، ما كانت. شوفوا تهامة موجودة في الأسفل اللي هي رجال المع، إطلال عليها من هذا المكان. شوفوا السحب كيف تصطدم بالجبال، سبحان الله، وتحجز المطر في الجزء الجنوبي من رجال المع. جبال كانت رائعة لتقسم رجال المع نصفين، شمالي وجنوبي، كانت تضمن لها كمية من الأمطار، ما شاء الله. وشوفوا الجبال كيف مكسسية خضرة ما شاء الله كلها. هذه رجال المع، جزء منها اللي هو وادي العوص ووادي شصعل التابع لقبيلة بني العوص. وهذه زي ما قلت لكم قريتنا القديمة اللي هي قرية الشرف، اللي لم يعد أحد يسكنها حقيقة، و
ولا هي جميلة ورائعة وبيوتها القديمة وخضرة دائمة طوال السنة، لكن جو بارد بارد يصل درجة حرارة صفر أحيانا في الشتاء، وطوال السنة ما تتعدى 24 درجة.